هلا خلينا نشوف ناخذ المثال اللي عندنا. هلا احنا المثال هون راح ادخل اول شيء A والA كانت 0 1 0 0 0 1 وبعدين ناقص 1 ناقص 5 ناقص 6 هي A. اوكي هل هاي بالكنترول بالكانونيكال فورم؟ الA is بس لازم اتاكد من البي كمان فالبي بتساوي 0 0 واحد فالبي والاي بالكنترول بالكانونيكال واضح انه السيستم محطوط هلا الان بالكنترول بالكانونيكال فورم. هلا بدي اعمل ماتريكس اسمها بي وهي راح تكون رو ماتريكس وراح احط فيها ناقص 10 هاي اول بول اللي هو 10 راديانس بير سكند ناقص 2 ناقص 4 جي ناقص 2 ناقص 4 جي وناقص 2 زائد 4 جي المفروض انه ياخذهم ناقص 2 زائد 4 جي ايش الغلط اللي انا شايفه اوكي الجي كابيتال مش هيك اي المفروض يظبط لا هي كاتب واحد ستيب هاي غلط جي كابيتال سمول اوكي هي اخذ الهدف اعطاني هي البولز الثلاثه اللي هم طبعا وحداتهم راديانس بير سكند واحد منهم ريل بول والاثنين كومبلكس كونجوجيت بير. خلينا اول شيء اجرب كي هلا في كمان اكرمنز للانبوت سنجل انبوت سنجل اوتبوت بقدر استعمل اكرمنز فورمولا اللي هي A C K E R نسبة لواحد اسمه أكرمان ونحط A فاصل B C فيعطاني 199 و55 و80 بالله طلعوا لي مظبوط هذا اللي احنا حسبناه مش هيك حسبناه المرة الماضية أظن طلعناه خلينا أحاول أطلع على المثال إذا بقدر ألاقيه أظن كان هذا هو نفسه مش هيك هي هي لما حسبنا هون هي طلعنا طلعوا معي هي برضه ليش ما ضربنا بتي سي لانه هو اصلا كنترول بالكانونيكال فورم. هلا بس خليني اجرب في طريقه اعم اسمها بليس خلينا نشوف اذا حطينا بليس بدال اكرمان شو بعطيني فاظن اني بقدر بس احط كلمه بليس شوف هي اعطاني نفس الرقم بالحاله اوكي بس عاده احسن وبليس ميزته انه بقدر استعمله لمالتيبل انبوتس اكرمان ما بقدر استعمله لمالتيبل انبوتس اوكي فهذا بتستفيدوا منه في المشروع عندكم اللي عندهم انبوتس مالتيبل انبوتس مين عندهم؟